طيب يشرفني دلوقتي وينورني الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه عشان يقول لنا رايه في الاداء التحكيمي في هذه المواجهه. كابتن جهاد مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك معايا. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله خير؟ كله زي الفل. الاول بشكل عام كان طاقم تحكيم جيد ولا مش جيد؟ ولا كنا متخوفين قبل الماتش. كنا متخوفين قبل الماتش. ليه؟ مش مصنف. في والتر سامبايو رقم واحد في البرازيل كان موجود النهارده في السعوديه بيلعب ماتش الرياض والهلال اصلا. فاحنا طامو اللي كان موجود في كاس العالم 2022 وكان موجود فار في 2018 هو ده الحكم رقم واحد في امريكا الجنوبيه، كان المفروض هو اللي موجود في الماتش ده اللي قلناه قبل الماتش. لكن في الماتش الماتش اتسهل مع الحكم. احيانا بيبقى حظ الحكم الماتش يتسهل معاه. قرارات مشيت بصوره محترمه جدا، ما عندناش حاجه ممكن نختلف معاه كتير فيها يعني. ماشي، نبدا بايه؟ نبدا باللقطه الاهم في المباراه، امام عاشور ومطالبته بركله الجزاء. لقطه نشوفها مع بعض. دايما نتكلم على الفهم الصحيح لكره القدم. اللقطه دي الفيفا بنتكلم فيها ومحدده الفيفا ان في لقطات احيانا اولا المسوس رجله على الارض. ماشي. وبعد كده الاحتكاك راح من امام عاشور، الرجل اتحركت راحت للرجل المسلوسي هي رجل امام عاشور. اللقطه دي في الفيفا نقول عليها الحكم لو احتسب في الملعب ركله جزاء سبورت الحكم، طب لو ما احتسبش ركله جزاء سبورت الحكم برضه. فاللقطه زي دي الفيفا 50-50. يعني ينفع تحس ضربه جزاء؟ اللقطه دي بقول لك اللقطه عشان بس قرايه اللعبه، ان اول المسوس رجليه على الارض واللي عمل الاحتكاك هو امام عاشور. فاللقطه دي الفار اللي قاعده الست اللي قاعده في الفار النهارده واحده ست موجوده في الفار وعلى فكره خبرات كبيره جدا عن اللي في الملعب. يعني موجوده، فهي برضه اللقطه ما فيش فيها دايما نقول لك ما فيش خطا الواضح اللي ممكن الناس كلها تجزم انها ركله جزاء. بس انت علمتنا ادام في احتكاك تبقى ضربه جزاء. لا، ما هو الاحتكاك مين اللي صنعه؟ مين اللي صنع الاحتكاك؟ هل المسوس اللي عايز صنع الاحتكاك ولا امام عاشور؟ لا، هو بصراحه رجل امام برضه متحركه شويه، هي اللي امام عاشور لاحت الرجل. المهم في الاخر لو الحكم احتسب ركله جزاء في دي تعدي، هتبقى سبورت. ولو ما اتحسبتش تعدي، هتبقى سبورت برضه. اللقطه على فكره دي موجوده في الفيفا واللي بيتكلم فيها ان انا سبورت الحكم في اللقطات اللي مش واضحه الجري. يعني دي لقطه تفتكر لو الاهلي ما كانش كسب المباراه النهارده كانت هتعدي؟ كنا هنقول نفس الكلام، عارف مش هتغير الكلام. لا، مش باين عليك انت. لا، وبرضه هيحصل دوشه كبيره. لا، هيسالوا وهيروحوا للفيفا والفيفا هترد نفس الرد. يعني اللي هيبعتوا للناس الموجوده في الفيفا هيقول لك سبورت قرار الحكم، واللقطه دي لو الحكم احتسب على فكره هتبقى سبورت برضه، لكن هي استمرار اللعب كان قرار صحيح. طيب، وانا اتفق معاه. نشوف الكره الثانيه، والكره الثانيه كانت تسلل على الزمالك. النهارده الاثنين مساعدين على اعلى مستوى. حقيقه يعني السيدات بس التركيز والتمركز. بص اصلا واقفه ازاي؟ طبعا ده اسمه تركيز. انا مركزه واخده خط التسلل بصوره صحيحه. مش شرط يا كريم في الفيفا ان انا اخد القرار صح، الاهم ابقى متمركز صح. فهي واخده متمركزه صح واخده قرار صح والتسلل كان صحيح وقرار صحيح. هايل. بص هي عشان كمان هي بتحاول تشوف الكره عشان في حد مغطي عليها يعني. شوف عملت ديلي وراح بعد كده رفعت الرايه فتسلل صحيح وتروح رايح للمكان اللي فيه التسلل. طيب الكره دي؟ الكره دي كان طالب فيها حسين الشحاب ركله جزاء. هنشوف اللقطه، هو قريب جدا الحكم وشاف. هنشوف بقى الاعاده بتاعتها فوق عندنا دي. الاحتكاك اللي حصل ده بيتقال عليه نوت انف، مش كفايه احتساب ركله جزاء. مش ده اللي ممكن، انا ممكن التلامس اللي حصل مش هو اللي وقع امام حسين بالمنظر ده، وبالتالي استمر اللعبه. طب وهي من بره ولا من جوه اصلا يا كابتن جهاد؟ هي اللعبه المسك نفسه من بره. لكن هي في الاخر مش هحسبها، لو جه برضه مش هحسبها يعني في الاخر. مش انا اقصد بس عشان يعني ايه، حتى لو هي كانت فيها فكانت هتبقى فاول مش ضربه جزاء. بس هي برضه لا فاول ولا ركله جزاء، وهتفق معاه في القرار. هايل.